عباقرة الأصحاب مباراة جميلة جدا في دور ال 16 وأول مباراة للفرقتين. وأفكركم بالنتيجة: الجدعان 130، الجوكر 45. ودلوقتي مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. الجوكر أول حد هلف عجلة الحظ أحمد أبو ضيف. تفضل يا أحمد، هنشوف السؤال الأول موضوعه إيه. لفة كاملة يا أبو حميد. تفضل يا أحمد، تفضل. معلومات عامة، سؤال في المعلومات العامة، يا ترى السؤال هيبقى بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين نقطة. معلومات عامة، والسؤال هو: من هي أول امرأة مصرية تشغل منصب سفيرة؟ من هي أول امرأة مصرية تشغل منصب سفيرة؟ فاطمة. إجابة فاتت التلاوي. إجابة خاطئة. في إجابة؟ هاخد إجابة حالا. إجابتك عائشة عبد الرحمن. عائشة عبد الرحمن. دكتور فوزي بسالي بيقول لي الإجابة من عنده، وإجابتك صح يا دكتور. مريم، إجابة خاطئة. زي ما الدكتور فوزي قال، هي عائشة راتب. تمام مريم، تفضلي السؤال التاني للجدعان. هنشوف السؤال التاني وعجلة الحظ وموضوع السؤال ايه. لفة كاملة يا مريم، ممتاز. فنون، سؤال في الفنون. طبعا إبرام مبسوط جدا، جات على هواك. سؤال في الفنون للجدعان، يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ لا عشرين. لا خلينا زي ما شفت كرولوس عنده خبرة، قالك هدي اللعب عشرين نقطة، هدي اللعب. فنون، والسؤال هو: من هي أول مخرجة مصرية والملقبة بالأم الشرعية للسينما؟ عشر ثواني. بص يا إبرام، لو جاوبت صح هتبهرني. السؤال ده صعب، واحنا عايزين نعرف ونعرف الناس بالمعلومة دي. إجابتك عزيزة أمير. عزيزة أمير. إبرام أبهرتني. إجابة صحيحة، عزيزة أمير هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا إبرام. الحقيقة يعني بص، ده سؤال صعب وبرافو عليك فعلا، أبهرتني. كده النتيجة 150 الجدعان، 45 الجوكر. حذيفة، تفضل يا حذيفة، السؤال الثالث. وأقدر أقول لك يا حذيفة هارد لك، طبعا الثلاث نقط طاروا من الجوكر. مش مشكلة، لسه الجوكر عندهم فرصة تانية وثالثة. تفضل. شكرا يا حذيفة. سؤال في الرياضة، سؤال في الرياضة. الجوكر لفريق الجوكر، صح ولا غلط؟ في جوكر؟ في جوكر. تفضل دوس على البازر. رياضة، والسؤال هو: في أي دولة آسيوية نشأ الفن القتالي وينغ تشون؟ فن قتالي مشهور في الدولة دي جدا، وينغ تشون، في دولة ايه؟ حذيفة. اليابان. اليابان ب30 نقطة، إجابة خاطئة. مش في اليابان. مين اللي هجاوب؟ يا السلام كرولوس بقى، شفتي الشياكة. ليزا اتفضلي جاوبي. الصين. الصين ب30 نقطة،
يا ليزا. إجابة إيه؟ صحيحة إن شاء الله. إجابة صحيحة. الصين هي الإجابة صحيحة، وبكده النتيجة 180 الجدعان، 45 الجوكر. السؤال الرابع والأخير ليزا، تفضلي يا ليزا. هنشوف السؤال الرابع والأخير للجدعان موضوعه إيه. شكرا يا ليزا، تفضلي مكانك. معلومات عامة، سؤال في المعلومات العامة للجدعان. قبل ما أسأل السؤال عايز أقول مبروك للجدعان الثلاث نقط بتوع مباراة النهاردة، ألف مبروك، أداء متميز جدا جدا جدا. برافو. الجوكر مش هو ده مستواكم، غريبة جدا جدا، لأن أنتوا مستواكم في التصفيات كان عظيم، اتأهلتوا من أول مرة. لسه الفرصة موجودة؟ الفرصة موجودة، بس الماتشات اللي جاية بقت ماتشات كاس للجوكر. وزي ما شفنا في عباقرة كلية التمريض، الفيوم كسبت جامعة القاهرة في أول ماتش، وفي آخر ماتش جامعة القاهرة رجعت بالكاس. وارد إن ده يحصل؟ طبعا وارد، بس نرجع نجمع خطوطنا تاني. اتفقنا؟ بتوفيق للجوكر. يا ترى في جوكر ب 30 نقطة ولا مفيش؟ في جوكر. آخر سؤال ب 30 نقطة، معلومات عامة، والسؤال هو: ما هي الولاية الأمريكية التي تعرف باسم الولاية الفضية؟ أنهي ولاية اسمها الولاية الفضية؟ The Silver State. كرولوس أخمن. من حقك. لاس فيغاس. أنا قلت ولاية. لوس أنجلوس. لوس أنجلوس برضو مش ولاية. كرولوس إجابة خاطئة. أنا عايز الثلاثين نقطة دول من الجوكر. حذيفة. هي تخمينة. تكساس. قبل ما أقول لك الإجابة صح ولا غلط، معانا أفضل لاعب في ماتش النهاردة من الجدعان إبرام أشرف. 75 نقطة يا إبرام. مفاجأة مفاجأة. حذيفة إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة نيفادا. هما الولايات كلها دخلت في بعض والمدن دخلت في بعض، الدنيا باظت في آخر الحلقة، الدنيا باظت خالص. في نهاية الحلقة هقول تاني هارد لك لفريق الجوكر. النهاردة مش يومكم، أنا هعتبر إن النهاردة مش يومكم. بتحصل أو بتحصل مفيش مشكلة خالص، هترجعوا تستعدوا، وأنا متأكد إن فريق الجوكر هيرجع فريق قوي زي اللي شفناه في التصفيات بالظبط. بالتوفيق لفريق جوكر. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها أصحابنا العباقرة في حلقة النهاردة 225 نقطة، وكل نقطة ب 1500 جنيه، بما يساوي 337,500 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 1,222,500 جنيه من البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. هارد لك لفريق الجوكر، النهاردة مش يومكم، ألف مبروك. أول ثلاث نقط في المجموعة الثالثة للجدعان، ألف مبروك. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.